المسجد الكبير في مدينة اللطان الجريف حماه الشمالي وقت صلاة الجمعة 23/12/2016. طبعا المسجد نلاحظ الأمطار والثلوج في داخل المسجد. المسجد في الحقيقة مدمر من جراء قصف طيران النظام وطيران العدوان الروسي. نلاحظ المسجد مدمر بالكامل، ليس هناك مصلين بسبب دمار هذا المسجد، وربما تخوفا من أي قصف من طيران النظام أو طيران العدوان الروسي. مدينة اللطامة يوم الجمعة 23/12/2016. محمد رسول الله، هيا الصلاة، هيا الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللهم